كابتن محمد عبد العظيم عظيمه واحد من اولاد النادي الاهلي، لاعب ومدرب، واعتقد موجود حاليا في المانيا. فكان اتصاله بقناه الام بي سي ينقل ايه الانطباع اللي هناك عن النادي الاهلي وعن هذه المواجهه، وانطباعه هو الشخصي فيها ايه. الصحافه الالمانيه قالت ايه على المباراه؟ زي ما قلت لك الصحافه الالمانيه قالت نفس الكلام اللي قلته لك، ان هم عملت سبوت ان هو ماتش مهم جدا بالنسبه لهم علشان بايرن ميونخ يحقق السداسيه، وهيلاعب فرقه مش سهله، هي فريق النادي الاهلي يعني نادي القرن في افريقيا، حصلوا كتير جدا انجازات، جابوا حتى المدربين بعض المدربين اللي مسكوا النادي الاهلي الالمان، منهم ديتريش فايزا، منهم جابوا راينات سوبل، اسماء يعني. فدايما يعني شايفين النادي الاهلي نادي كبير، والكره المصريه بصفه عامه اكيد عارفين ان هي كره كبيره، خصوصا بعد طبعا بعد تالق محمد صلاح في انجلترا والنني ومعظم الناس اللي بتلعب بره يعني، فالناس دي اكيد برضه ساهمت يعني برضه مساهمه كبيره لرفعه الكره المصريه. لو روشيتا كده الموسيماني المدير الفني للنادي الاهلي لمباراته امام بايرن ميونخ، او نصائح كابتن محمد عظيمه. هو مش نصائح ولا حاجه طبعا، احنا بنتكلم كاعلاميين، انما هو اكيد يعني لو انا مكانه مش هسمع، يعني مش هسمع لحد، لان كل يعني مصر فيها ما شاء الله علينا فيها 100 مليون مدرب، والدول العربيه فيها اكثر من 400 مليون مدرب، فانا لو سمعت لكل الناس دي كمدرب مش، انما احنا نتكلم بينا وبين بعض. انا كلام عظيمه من الكلام اللي انا سمعته مهم، ليه؟ هبتدي من اخر جمله قالها. انا لما الموسيماني ما اسمعش كلام حد خالص، لان الكلام على الخطط كتير، والكلام ودايما اللي على البره عوام، واللي يقول لك اعمل كذا واعمل كذا ما مش مسؤول، فلا جدوى من النصائح الفنيه. ولكن انا هتوقف عند اهم حاجه، وده اللي احب اسمعه باستمرار اما اجيب حد من المانيا، ازاي الناس شايفه النادي الاهلي في المانيا؟ هو شايف ان الناس بتتكلم على شخصيه الاهلي، بتتكلم على حجمه، بتتكلم على ان مدربين كتير المان مرنوا النادي الاهلي، فالناس عارفه اوريدي كثير من المعلومات عن النادي الاهلي. طيب